ريميك لعبة مافيا المنتظرة صدرت أخيرا، واليوم جبنا لكم 6 أسباب تحمسك أنك تلعب مافيا ديفينيتيف إديشن. أول سبب هو أن اللعبة بتخليك تختار مستوى الصعوبة اللي يناسبك، فمثلا لو حاب أنك تستمتع في القصة فتقدر تختار المستوى إيزي، وإذا حاب أنك تلعب بالصعوبة الطبيعية اختار ميديوم، وعشان تعيش تحدي أكثر اختار هارد. أنا عارف كثير منكم قاعد يقول وش جد في الموضوع؟ طيب أنا أقول لكم، الجديد أن في وجود صعوبة جديدة اسمها كلاسيك. فكرتها أنها ترجع مستوى الصعوبة في اللعبة وكل شيء فيها مثل صعوبة اللعبة القديمة، وكل شيء فيها كان موجود في اللعبة القديمة الكلاسيكية، يعني بتكون واقعية أكثر من المستويات الثانية، والأعداء أقوياء أكثر، والشرطة نشبات أكثر. هذه التجربة المتكاملة للعبة مافيا. السبب الثاني، هنا لعبة مافيا تحاكي حياة المافيا الحقيقية، خصوصا في فترة الثلاثينات واللي تعتبر الفترة اللي المافيا كانت بأوجها، يعني تاريخيا كل شيء صحيح فيها. قصة اللعبة تدور بين عوائل المافيا الإيطالية والصراعات اللي بينهم، وراح تحس فعلا أنك فرد منهم في اللعبة. السبب الثالث هي قصة اللعبة والحوارات. مثل ما قلت لكم، القصة تحاكي حياة المافيا الحقيقية، وبتصير بين عوائل مشاكل ونزاعات وخيانات، وانت راح تعيش كل لحظة فيها تشوفها قدامك. الحوارات فيها راح تعرفك على الشخصيات أكثر والعلاقات اللي فيهم. وفي ريميك لعبة مافيا أضافوا حوارات أكثر للشخصيات عشان تزود في محتوى القصة الممتع فيها. السبب الرابع هي الواقعية. مثل ما قلنا لكم، مستوى الكلاسيك يخلي اللعبة أكثر واقعية، مثل أن مثلا إعادة تعبئة الذخيرة راح يكون بالمشط كامل مو بس حسب الرصاص. أنا أفهمكم شلون. تخيلوا عندكم 6 رصاصات في مسدسك، وطلقت رصاصة واحدة، وبعدها قررت أنك تعشق الذخيرة أو تسوي ريلود للذخيرة، راح تلاحظ أن اللاعب بيرمي المشط اللي فيه 5 رصاصات متبقية ويحط مشط جديد بالكامل، يعني الخمس رصاصات اللي كانت عندك راح تضيع منك. عشان كذا لازم تعشق أو تسوي ريلود لما ينتهي الرصاص حقك بالكامل، وهذا يعطيك إحساس بالواقعية والاستراتيجية أيضا. والسيارات فيها بنزين يخلص عليك لو ما قدرت توقف في محطات البنزين أنك تعبي البنزين من فترة لفترة، والشرطة راح تخالفك لو قطعت إشارة أو مشيت عكس السير، وفي حاجات كثيرة ثانية واقعية في اللعبة تحمسك أكثر لها. السبب الخامس، مهمات السيارات المميزة. في لعبة مافيا غير السيارات العادية الموجودة في اللعبة بيكون في سيارة خاصة مميزة، ولازم تسوي مهمات معينة عشان تقدر تطلعها، وهذه المهمات ما تطلع إلا إذا أنت مشيت في اللعبة قدام وخلصت مهمات أكثر. وكل سيارة بيكون لها بوست كارد خاص فيها تلقاه في الجراج، ومكتوب المدينة اللي لازم تلقى فيها السيارة السرية، وأيضا تلميحة للمكان اللي بتلقى فيه السيارة. والرهيب في السيارات السرية أشكالهم دائما تكون غريبة ورهيبة في نفس الوقت. السبب السادس والأخير هو أنك تقدر ترشي الشرطة. دائما في ألعاب اللي مثل مافيا تكون الشرطية دائما تنشب لك الشرطة لأسباب بسيطة مثل سرعة أو قطعت إشارة أو عكست السير، لكن في مافيا تقدر ترشي الشرطي وما تخليه ينشب لك. وعشان تسوي كذا أول شرط لازم يكون عندك أن فقط يكون عندك نجمة واحدة في خانة النجمات المطلوبة، وبتلاحظ صورة تذكرة فوق محطوطة عليه. وكل اللي تسويه أن لما تشوف شرطي يبي يناديك أو يوقفك أنك توقف السيارة، تنزل منها وتنتظر الشرطي يجيك ويعطيك المخالفة، ولازم ما تتحرك أبدا من مكانك. وراح تلاحظ أن اللاعب بيبدأ يطلع فلوس من جيبه ويدسها من تحت لتحت للشرطي رشوة، بعدين بيأخذ الشرطي ويخليك تمشي في حالك. فعلا فكت أزمة. وهذه كانت 6 أسباب تحمسك أنك تلعب لعبة مافيا ديفينيتيف إديشن. اللعبة متوفرة الآن في جميع المتاجر. يعطيكم العافية على المتابعة، ومع السلامة.